بلدي. واخيرا ظهرت بعد غياب طويل. شوا وكهو شوا متاع تاع تاع ركول ركولي انا معناها في الكارير بتاعي. عبد كي يعمل سكسي كبير يلزمو يكمبس لها يقعد شويه كي بينه وبين روحه باش يعمل ما خير. انا ما نقولش تولد معناها بريك باهي انا اللي انا معناها اللي انا سوا معناها في بيرسونيل ولا في بروفيسيونيل. دونك كي تولت مش معناها مانيش قاعد نخدم، قاعد نخدم على روحي جافونس معناها على برشا مرسوات برشا كليبات برشا خدمه وكهو معناها احنا شنو نتمناو؟ نتمناو ديما باش نطلعوا في الليشيل مش باش نتيحوا يعني كهو. استوعبت النجاح بلتي والارقام نتاع ياليلي؟ بيان سور مستوعبهم على خاطر تو سامبلومون لي شيفر هي اللي تحكي من الاول. بيان سور شوف من الاول حاجه ايناتوندو لكن الحمد لله يا ربي معناها كي مشات وسرحت زادت عطاتني ثقه في روحي اكثر وبرشا خوف زاد كيف كيف معناها لي دو فهمتني يعني. عبد وصل هاني قلت لك طلع درجه ما يلزموش يتيح عليها. دونك الببليك ديما يقعد يستنى في حاجه ما خير فهمتني. بون مانيش نحكيو على الارتيستيك نحكيو على ارقام توا على خاطر الارتيستيك فما غنيات اللي حلوين برشا لكن ما لقاوش حظهم مالوريزمون. اللي صار مع ياليلي حاجه تصير مره كل 20 ولا 30 سنه بينك وبين روحك، مقتنع بالشيء هذا ولا لا؟ والله شوف معناها عبد يلزمو يكون معناها كارتيست يلزمو يكون طماع ديما معناها يلزمو معناها انا بالنسبه لي انا 600 مليون ان شاء الله يا خويا نعملوا المليار. في بالك انه الرقم اللي حققته في ياليلي لماريا كاري ولا مادونا مثلا خذوه؟ يا خويا بلتي وحموده عملوهم واحد ولد سيدي حسين والاخر ولد حي الانطلاقة. دونك يعني ماهيش اسمعني السكسي ماهوش مربوط ب يعني بارتيست معين ولا ببلاصه معينه. ياما ارتيستوات امريكان معناها ما عملوش وبرشا فرانسيس ما عملوش وتت معنا احنا الحمد لله يا ربي حلت لنا البيبان عرفت معناها عرفت بال 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 بيانا عرفت بال بال ليزارتيست تونيزيان لي ريكومونداسيون معناها برشا سوا ليانا ولا سوا السين بتاع الراب التونسي الكل فهمني. حتى الارقام بتاع لي رابور توانسه طلعت ما شاء الله يعني قاعدين يعملوا في ارقام كبيره. وهذه حاجه معناها يعني قلت لك اللي باش تخلينا نزيدوا نخدموا ونزيدوا نخموا اكثر ونعرفوا شنو هي الشوا ميوزيكال اللي ينجم يمشي. بلتي انت دخلت التاريخ حبه من حبه وكرهة من كرهة، علاش ما لقيناش ردة فعل من عند الدولة تجاه الحاجة هذه؟ معناتها تكريم ولا رد اعتبار؟ والله شوف فماش شكون ما عينوش بتكريم، أما أنا شو نقول أنا كي نخدم مانيش نستنى في كونتر بارتي معناها من الدولة ولا كونتر بارتي من وزارة. احنا العكس احنا في التورنيه نتاع العام اللي خرجت فيه يا ليلي يعني حطونا العصا في العجلة وعملت انيولاسيون درا قداش من دات عملوا ما حبيتش نخدم معناها بصراحة يعني ما حبيتش نخدم دي فيستيفال قاعد نخدم في كلكو دات معناها جوست هاكا بور ماركي ما بريزونس يعني. اما سينو يعني قلت لك معناها مانيش نستنى في كونتر بارتي كان جات مرحبا ما جاتش ماني نستنى في حد شيء. كلموك على كارتاج قلت لي على خاطر العام اللي قبلها حطونا العصا في العجلة وعملت انيولاسيون للدنيا الكل فهمت. اما ان شاء الله السنة نعملوا كارتاج بقدرة الله وندخلوا له يعني اصحاح. قاعد نحضر له انا ديجا مع محمد الاسود ونحب نعمل حاجة اوركسترال علاش لا نعملوا بها تورني السنة. وقتاش نلقاوك فيديوهات؟ والله شوف انا في حاجه ما نحبش يعني نستنى وما نجمش نقول اي على كل شيء معناها خاطر وصلوني انا دي بروبوزيسيون اللي ما عجبونيش دونك جي انولي فهمت يعني مش اي فيتورينغ ينجم ينجح فهمت. دونك يلزم شوا ميوزيكال يلزم ما عرفش فما اونتونت زاد فيلينغ بين لي دو ارتيست فوالا. وان شاء الله ان شاء الله فما حاجات ان شاء الله في جديد ربي يسهل فيهم. بلتي نكملوا شو فما جديد؟ جديد عندنا فيو اللي عملت معناها سيري بتاع تاع تاع كليبات بعد خليني نروق وبعدها فيلمان وبعدها فما السويت نتاعهم الكماله نتاعهم وفما بقدره الله بروجي الحموده زاد وحده كيف ما عملنا يا بابا يهبط ان شاء الله قبل السيف وفما البوم ان شاء الله اون كومان انا ومستر يو باش معناها ديستريبيسيون نتاعو باش يصير لهنا في فرنسا مع بيليف وبرشا بروجيات اخرين ان شاء الله.